عندك سلاح بالبيت؟ بتقني سلاح؟ سكيني ما عندي. أكيد كل واحد عم بيحمل سلاح. ليش برأيك كل العالم عم تحمل سلاح؟ مشان يحمي حاله من المشاكل اللي عم تصير بالبلد، خطف وقتل. ولا شيء يا أخي. ولا شيء. ليش؟ لشو تعب القلب؟ بطلت هالموضة. هلا عم ترجع جديد. مرآة الأزمة السورية عكست أزمة اقتصادية على الصعود اللبنانية كافة في كل مكان. على الرغم من أن لبنان اعتاد العيش في ظل اقتصاد الحرب، إلا أن ظلا اقتصاديا ظهر في اللامكان وانتعش، هو ظل تجارة السلاح. هنا في اللامكان يجد كل من يرغب بشراء أي نوع من أنواع الأسلحة الحديثة أو القديمة طلبه، فالبضاعة وفيرة إلا أن أسعارها غير توفيرية. هي تبدأ من الرصاصة إلى القذيفة، ويعرض أحد تجار الأسلحة الخفيفة من خلف عدسة الكاميرا مقارنة سريعة لبورصة السلاح بين الأمس واليوم. غاضب بسبعة صيني ماسكي واحدة كروم كان حقه بالألف، 1200 صار حوالي 2005. كانت القذيفة يعني كان حقها بالمئة 150 صار حقها 800-850 دولار. الكلاشين كان حقه 1200-1300 صار حقه 2000. هذا دائرة 11. هذه الأنفور كان حقها 5000 صار حقها 7000. هذه الميني كوماندو هاي بتيجي 1/7 كروم حقها 7500 أصلي. والتاني كمان هذه اسمها مقبول موديل جديد 17/7 دبل كروم وحقها كمان 7500. هذه ميني كوماندو عادية حقها 5000. إذا كانت الأسعار من اختصاص التجار، فكيف يفسر الاختصاصيون في الأمن والعسكر ارتفاع الأسعار في لبنان، وما هي علاقتها بالأزمة السورية؟ من الطبيعي بعض المناطق السورية أن تطلب شراء الأسلحة من لبنان. أنا بعتقد أنه قام بعض التجار المحليين والمهربين بشراء الأسلحة محليا، وهذا الشراء رفع فجأة الطلب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق بالأسباب الداخلية، ومن هنا ارتفعت الأسعار 100% تقريبا. لبنان واجه اهتزاز أمني كبير واهتزاز سياسي كبير بعد أحداث أيار أو أثناء أحداث أيار 2008. يعني من هنا في كتير من الفئات سواء كمجموعات أو كأفراد شعروا بضرورة اقتناء قطعة سلاح خاصة بالدفاع عن نفسه. الثورة السورية لم تعد بحاجة إلى السلاح اللبناني لأنه لم يعد يلبي المواجهات بحسب عبد القادر، إنما التاجر هو من يحتاج لاستمرار الأزمات لاستمرار الأرباح على قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد.